وذكر برشلونة في بيان عبر موقع رسمي أن النادي سوف يسافر إلى الولايات المتحدة في الجولة ما قبل الموسم، حيث سوف يخوض 4 مباريات في الصيف. وأضاف أن الفريق سوف يخوض أول مباراة الأولى أمام اليوفي في 22 يوليوز تموز القادم، والمباراة الثانية سوف يواجه أرسنال الإنجليزي يوم 26 في نفس الشهر، وأما المباراة الثالثة سوف يكون أمام ريال مدريد الكلاسيكو الإسباني يوم 29 يوليو الذي يختم فيه الفريق مباراته بمواجهة الميلان المطلع أغسطس. يشير أن برشلونة سوف يخوض هذه الجولة الصيفية في الولايات المتحدة.